لما لقينا القلوب بتعاني والود منها راح واختفى، قلنا نرسمها في شكل تاني مع طلة رانيا مصطفى. أعزائي مشاهدين برنامج شكل تاني، وحشتوني. النهاردة حلقتنا دسمة في تفاصيلها ومفاجأة بضيفتها، ضيفتنا اللي دايما الناس بتسأل عليها، اللي دايما منورانا ومشرفانا بمفاجآت كتيرة جدا. نورتينا أستاذة سامية سطور، تسلمي لي يا حبيبتي، الله أخبارك يبارك إيه؟ فيك. الحمد لله. عايزة أقولك بقى إن جالي كمية مكالمات بيفكروا ان طلع يوم الجمعه، نعمل ايه بقى فيكي؟ معلش المشوار، والله انا ما اتاخرش عن حضرتك، بس المشوار فعلا بعيد عليا قوي. لا بس المشاهدين كلها طلباكي وبيستفيدوا منك جدا بجد، وانا شخصيا بستفيد منك، وبجيلنا تساؤلات كتيره جدا. بس النهارده معانا مفاجاه مع ضيفتي ساميه سطور. ان شاء الله باذن الله. ايه بقى المفاجاه اللي ازيك انت يا دكتوره محضره رانيا؟ لنا؟ الاول عامله ايه؟ الحمد اخبارك لله ايه؟ يا حبيبي. انا سعيده بكم طبعا، واتمنى ان انا ابقى عندكم والله على طول وكل يوم. ما اقدرش اتاخر عن الجمهور ابدا، لان هم فعلا بيجي لي كميه اتصالات كتير جدا. برضو انا كمان بيسالوني هتطلعي يوم الجمعه ولا يوم الاحد ولا امتى، بيستنوني يعني. بس المشوار والله بعيد عليا، انما انا ما اقدرش اتاخر ان عنهم شاء الله ابدا. تبقي معانا فقرة أساسية في برنامج شكل تاني بإذن الله. ان شاء الله يا حبيبتي، انا تحت امرك واتشرف بك والله. ربنا يخليكي انا يا ان حبيبي. شاء الله باذن الله النهارده اعمل لكم مفاجاه حلوه جدا جدا، عشان عيونك طبعا وعشان تسلمي. الجمهور الجميل اللي انا بحبه فعلا. احنا بقى داخلين على الصيف كده، وطبعا بقى المصايف والعرق والمدارس والكليات والكلام من ده، فانا قلت بقى اوفر على الاسره المصريه كلها، يعني على الزوج والام والاب والاخوات والولاد وكله. هعمل لكم بقى مزيل عرق بطريقتي انا، هعمل لكم مزيل عرق بثلاث طرق ان شاء الله. هعمل لكم مزيل عرق كريمي وفي نفس الوقت معطر للجسم جدا، وله فوائد كتير قوي قوي. ان هو طبعا المزيل العرق اللي احنا بنشتريه من بره ده بيبقى يعني اسعاره غاليه، وفي نفس الوقت ممكن يعمل سواد. وما بقاش برضو كويس، بيتعب الجلد جدا وبيعمل سواد وبيعمل حاجات من دي. انا هعمل مزيل عرق بقى النهارده ان شاء الله باذن الله. هيبقى عبارة عن مرطب للجسم، وهيفتح الجسم جدا، وريحته حلوة قوي، وهيدوم معاكي اكتر من 3 ايام. يعني لو انت ما حطيتهوش في نفس اليوم هيدوم معاكي اكتر من 3 ايام. شاء الله مفيش حد فينا طبعا بيستخدم مزيل هينفع العرق في الاسرة الصيف. كلها، يعني هينفع الولاد والبنات وكله. مرطب للجسم كمان وحلو قوي. وهعمل مزيل عرق تاني بودرة، وهعمل مزيل عرق سيرم، المزيل العرق اللي هو البخاخ. طب حلو ونبدأ جدا. معانا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، والادوات معانا، هنمشي بقى بالطريقه واحده واحده. يا ريت بقى يحضروا ورقه وقلم كده واكتبهم، علشان يتصل عليا يقول لي ايه ادي الحلقه من اول يلا وجديد. اعزائي المشاهدين ورقه وقلم عشان تكتبوا ان معانا. شاء الله باذن الله. بحضر معايا بولة، الركن الاساسي بقى في الوصفه بتاعتي كلها، الشابه المطحونه. وطبعا الشابه المطحونه ديت بتيجي من عند العطار، وممكن تيجي شابه حب وانتوا بتطحنيها عادي في مطحنه الخلاط عادي جدا. الشابة الشابه امنه جدا، ما تخافوش منها، لان اصلا مزيل العرق اللي بيتعمل بيدخل فيه برضو الشابه، لان الشابه دي بتقفل المسام. الشابه بتبقى عامله بالمنظر ده، بتبقى عامله زي الدقيق بالظبط. هناخد معلقتين شابه وننزل بيهم في البوله بتاعتنا كده، الشابه المطحونه معلقتين، وعندي النشا. المكون التاني اللي معايا النشا، هاخد برضو معلقتين وانزل بيهم برضو فين في البوله هنا كده. طبعا انت تقدري تزودي وتقللي زي ما انت عايزه. هنزود احنا كمان البرفان بتاعنا اللي انت بتحبيه، زيت البرفان العطري الاصلي. عايزه تحطي بقى للراجل هتحط له اللي هو القوي شويه، ليك انت هتحط رومانس، هتحط فل، هتحط ياسمين. هنضيف ليه، حطينا الشبه وحطينا ايه معانا النشا. خلاص اللي بعد كده عندي بودره الاطفال، حلو قوي. هنحط بودره اطفال برضو قيمه معلقه منها. حطينا قيمه معلقه، تمام. تمام. عند المكون اللي بعد كده اللوشن، اي لوشن بقى انت بتستخدميه في البيت، اي لوشن للجسم عندك، هننزل برضو قيمه معلقه كده، تمام. بعد كده عندي ده منه سيرم ومنه اللي هو ايه بالليمون ده والفواكه. يعني عندك سيرم حطيه، عندك فازلين طب حطيه، عندك سيرم بالفواكه اي حطيه، حاجة اي حاجه فيها زيوت دي اللي هو زيوت السيرم. سيرم. السيرم. وننزل هنا، هننزل تدريجي ونبدا نقلب. يعني مش هحط كميه كبيره علشان ما يسيحش مني، يعني هبدا انزل ايه واحده واحده كده. تمام. عندي حاجه تانية برضو حابه اكونها عليها، هنزل كبسوله من ده كده. ده فيتامين ه. فيتامين ه، اولا بيغذي البشره وبيرطبها،
وبيفتح معايا البشره جدا. هبدا افتحها كده عادي بمقص، افتحها بدبوس باي حاجه وابدا انزل بيها هنا كده على المكون بتاعي. مش عارفه افتحها. هي الجلده بتاعتها بتبقى تخينه سميكه شويه، شويه. فعايزه مقص. خلاص اتفتحت معايا، انزل الدبوس يبقى اهو. عندي شابة، شابة، نشا، معلقتين سيروم، نشا، سيروم، سيروم بودرة التلج اللي هي بتاعة الأطفال، بالظبط، وفيتامين ه. وفيتامين هي مش عارف تنزل تمام. معايا قوي. وابدا اضيف عليها الزيت العطري بتاعي. انت لو تستخدمها لنفسك يبقى اي حاجه اي حريمي، ونزل بقى ايه بنقطتين بس كده تمام. مش هنزود يعني. وابدا انزل الزيت بتاعي واحده واحده أستاذة واقلبها. سامية، مزيل العرق بيقعد قد ايه؟ ايه التركيبة دي تقعد قد ايه؟ التركيبه دي؟ تقعد من شهرين لثلاث شهور معاكي، عادي. لان هي كلها امنه جدا، هي ما فيش فيها اي حاجه الا سيروم والنشا والشابة بتاعتنا امنه جدا جدا. وتفضلي تقلبيها واحده واحده لغايه ما تصير معاكي زي الكريم بالظبط. اولا ريحتها حلوه كمان جدا. هنبدا نستخدمها ازاي؟ الواحد او الواحده واخد شاور تمام، ومنشف جدا المكان اللي هو هيحط فيه، وبعدين ياخد حته ويحطها يوزعها في المكان ده، هتبقى زي الكريم بالظبط. انا عايزه اقول لك ان الريحه واصلاني ما شاء الله لا جميله. ريحتها حلوه جدا جدا. طبعا انت تقدري تعملي ليكي ولزوجك، تعملي الكميه على بعضها ممكن. وتقسميها بعد كده في برطمانين، وتضيفي بقى الزيت العطري بتاعك في البرطمان بتاعك، وتضيفي له هو الزيت العطري بتاعه في البرطمان بتاعه. نضيف واحدة واحدة كده بالراحة. حبيت تزودي اللوشن برضو مفيش اي مشكلة عشان ريحتها، جميلة جدا. ريحتها تحفة. اي لوشن بقى عندي في اي البيت لوشن، للجسم بحطه اي عليه. لوشن للجسم تمام. عندك حطيه. لو ما عندكش لوشن ممكن تحطي اي كريم، اي كريم اللي انت بتستعمليه لبشرتك. هو الاساسي فيها الشابة، ريحتها فظيعة. معانا مكالمة، أستاذ علاء من سوهاج، اتفضل. السلام عليكم دكتور رانيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علاء مقلت مع حضرتك. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ اعداد يا اهلا البرنامج نور. ازاي حضرتك؟ منورين الحمد الدنيا لله. والله. ربنا يخليك يا أستاذ علاء. حلقة جميلة، والناس دلوقتي ابتدت تتجه للحاجات المعاطر الجسم او التركيبات المضادة للعرق عن الجاهزة. ان بعد اسمع برضه خدمة الدكتور ان في بعض مخاطر بالنسبة لل المزيلات اللي هي الجاهزه فعلا كيماويه، يعني ده حاجات يعني حاجه طبيعي. ممتازه ومفيده، والحاجات ما بتبقاش ليها تاثير طبعا على البشره يعني. ربنا يخليك يا استاذ علي، نورت البرنامج كله. مرسي جدا على شهاده ونورت حضرتك. الدنيا كلها. ربنا يخليك يا استاذ. مرسي جدا على شهاده حضرتك. شايفه انا عايزه القمر تجيبها، ارفعي ايدك ممكن. حلو جدا. ابدا ما شاء ممكن الله. اخد كده، اخد جزء منها كده وزعه هنا على بشرتي. هو فعلا ما فيش احسن من الطبيعه خالص، بشره بتمتصه حلو قوي، وريحته جامده جدا، وريحته بتدوم معاكي اكتر من كام يوم، لان هو علشان فيه الفازلين الطبي او فيه السيرم او كده، فبيحتفظ بالريحه كويس قوي قوي قوي. خلاص تمام. ده اول واحد هنعمله. انا عشان بس زودت الكميه. اولا حضرنا ايه بيفتح تاني؟ معاكي كويس قوي، بيفتح معاكي لان النشا بتفتح، والبودره بتاعه الاطفال بتفتح كويس جدا جدا، والنشا كمان بتشد يعني بتشد الجلد. قلنا الشابه بتقفل المسام، تخليش يبقى فيه عرق، واللوشن طبعا بيرطب، والكبسول فيتامينات. يعني الوصفه بجد فعلا رهيبه. زي ما قلنا دلوقتي انت تقدري تعمليه كده، وتقدري تقسميه اتنين، نص ليكي ونص للرجاله يعني للشباب، بالريحه اللي هم عايزينها. يعني تعملي المكون على بعضه وبعدين تبداي تقسميها. خلاص ده اول واحد احنا عملناه. تمام. الريحه طبعا وصلك. هنعمل بقى اللي هو ايه البودره. البودره انا معايا المكعب ده، المكعب ده عود اصلي تمام، انا خدته بشرته بقى معايا بالمنظر ده. ايه العود الاصلي؟ عود
برفان. برفان ريحته جامده جدا جدا، ريحته حلوه قوي. برفان العود يعني. برفان العود. انا خدته بشرت واحده زي دي، بشرت مكعب زي ده، نزل بقى بودره بالمنظر ده كده، علشان انا مش هحط عليه ايه برفان سائل. ابدا اخد ايه بقى، ابدا اخد معلقه من معايا برضو، اخد من المكونات دي ابدا اخد الشابه برضو، المكون الاساسي برضو الشابه. الشابه ابدا اخد الشابه وابدا اخد النشا، يعني اخد مقدار الشابه قد مقدار النشا بالتساوي. بالتساوي. لو الشابه زادت معاك شويه ما فيش اي مشكله خالص. وابدا اقلبهم مع بعض. يبقى معانا هنا في العلبه دي الشابه والنشا والعود اللي هو المبشور. ده بقى عندي ايه، بودره مزيل عرق. بقى عندي بودره مزيل عرق، خلاص كده برضو جاهزه معايا جدا، حلو قوي قوي. بقت بودره، بقت بودره مزيل عرق خلاص. تمام. اقدر استخدمها ازاي؟ اقدر استخدمها برضو بعد الشاور بتاعي، اقدر احطها في في المكان اللي انا بعرق فيه، اخد بس على صبعي كده تمام، والجسم بقى ايه مندي، يعني ما يكونش ناشف تماما، فيه نسبه رطوبه، وابدا اوزعها بس كده برضو، بتدوم معايا يومين ثلاثه. الله. لو انا ما حطيتش خلاص ما فيش اي مشكله، سهله جدا جدا. دي حاجات جميله جدا ومتواجده وسهله في البيت، وبسيطه غير مكلفه اي حاجه، وطبيعيه امنه على الجسم. بالظبط. عود مبشور نشا وشبه ديت ايه، مزيل عرق التاني اللي هو البودر. خلاص ابدا اعمل كمان السيروم اللي هو ايه، مزيل العرق. السيروم مزيل العرق بالظبط. اخد معايا ميه الورد. ما يسببش اي حساسيه؟ لا 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 خالص. وينفع للبشره الحساسه؟ ينفع. ما احنا ما حطناش اي حاجه، انا ما رضيتش احط ليمون ولا احط اي حاجه، ولا أي كل حاجة. دي كريمات مرطبه، كلها حاجات مرطبه. طيب. ولا حساسيه ولا اي حاجه. ابدا انزل هنا بميه الورد، تمام. طيب. وابدا اضيف على ميه الورد ايه، اضيف عليها الشبه، معلقه شبه خلاص، وابدا اضيف عليها معلقه نشا. طبعا النشا فوائدها حلوه جدا جدا، لانها بتشد الجلد وبتبيض. خلاص. وابدا اقلبه. اقدر احط شويه زيت يتري، نقطتين بس. بقى جاهز معايا، مفيش فيه أي صعوبة، مفيش فيه أي مشكلة خالص. يعني يبقى سيرم مزيل العرق عبارة عن مية ورد، معلقة نشا، معلقة شبة مطحونة، قطرات من زيت العتر، أي زيت عتر بقى أنت حباه. هبدأ أعمل إيه؟ هبدأ أجيب السرنجة وأجيب معايا الإزازة اللي أحط فيها، أفتحها طبعا تكون إزازة نظيفة جدا اللي هي زي بتاعة البرفان. تمام. وأبدأ أسحب السرنجة. انا قلبت كويس جدا. ما شاء الله. دي طريقه تخزينها بالظبط. وابدا انزل هنا كده نفس الطريقه، ما اجي استخدمه يكون واحد واخد شاور. دلوقتي تقدر تستخدميها بقى ايه، للبنات وللصبيان والرجاله والستات وكله. تمام. حلو جدا. النهارده هو حلقتنا بتهم كل افراد الاسره. هو يختلف معايا بس البرفان اللي انا بحطه، الزيت العطري بس. تمام. تقدر تحط الزيت العطري، يعني كل واحد يحط تبع الرغبه بتاعته، لان الزيت العطري بتاع البنات بيبقى هادي شويه. دي بس ايه الفرق اللي هنا. خلاص. ومعايا كده بقى الزيت العطري بتاعي جاهز، واقدر احط البخاخه بتاعتي كده. طبعا لما باجي استخدمه هو بيكون ايه، هدا شويه تحت، يعني الشابه يعني نرجه قبل الاستخدام. بالظبط. الشابه والنشا بتكون ايه، نزلت لتحت شويه، ارجها بس كده واخده بالك، وابدا ان انا ابخها. لو ما تبختش معاكي
ممكن يكون في حاجه كتمت ايه تحت الهواء هنا. الشاب او كده. بالظبط، ارجها كويس جدا لغايه ما تبخ معايا، ما بخدش تمام. معايا اقدر اشيل الغطا، ما فيش اي مشكله خالص. وبصبعي كده برضه ارجها بصبعي كده، هكون صبعي واخد منها على المكان ما شاء اللي الله فيه ال جميل جدا، كمان بس. بيدي لمعة على الجلد. حلو جدا. ما هو شاء الله. بص عايزه اقولك على حاجه، هي النشا بتفتح وبتشد الجلد اصلا، تمام، والشابه ما شاء الله عليها برضو بتفتح وبتقفل المسام معايا بالنسبه للعرق. يعني الشابة بتقفل المسام. بس الشابه بتقفل المسام بالنسبه للعرق، والنشا بتفتح. وزيت العطر طبعا حلو جدا، بيخلي انت اول لما تحط الكريم ده، ده يعتبريه كمان لوشن للجسم كمان اصلا، يعني تاخد الشعر بتاعك وتقدري تحطي في المكان اللي فيه العرق، وفي نفس الوقت تقدري توزعيه على رقبتك، على على الجسم، على ايديكي، تطبيق على الجسم. على الكوع، لان هو بيفتح معاك الجسم جدا والجسم بيشربه كويس قوي. فعلا الاهتمام بالنفس ده مهم جدا، وما كلفناش اي حاجه. وما كلفناش حاجة فعلا. بالظبط، يعني هو كل اللي كل التكلفه بتاعته لو جيت تدور عليها ما تلاقيش 10 جنيه، وعملت حاجه خدمت الاسره المصريه كلها وبتقعد عندي بالشهور يعني، مش كتير مكلفة. جدا، وفي نفس الوقت يعني ايه فوائدها حلوه. يعني احنا لو بنشتري مزيل عرق من بره، تمام، هتشتري لكل واحد ازازه، شوف قد ايه انت عملت للبيت كله، ما كلفكيش 10 جنيه، 15 طيب جنيه ما أستاذة كلفكيش سامية، حاجه. جالنا سؤال على صفحة البرنامج، مدام أسماء بتقول إن جسمها جف، تعمل إيه؟ جسمها كله جاف، محتاجه لوشن بقى، محتاجه لوشن من اللي احنا بنعمله يعني الكريمات ده التركي. يفيدها. طبعا، لان هو اصلا مرطب للجسم جدا، يعني ممكن تدهنه على مرطب الأماكن الجسم الجافة جدا. في واقول الجسم. لك على حاجه، يعني حاجه برضو تستغربي لها، يعني عارفه القشطه، القشطه البلد اللي احنا بناكلها ديت، لو جابت معلقتين قشطه، لو جسمها كله يعني جاف، جابت معلقتين قشطه وحطت عليها كبسوله فيتامينات من الفيتامينات دي وفتحته وخدت القشطه كانها بتاخد كريم، قلبتهم في بعض ووزعتها على جسمها كله، اولا جسمها كله هيطرى جدا وهيبقى حلو قوي ومش هتحتاج لاي حاجه خالص. طيب معايا سؤال تاني من استاذ احمد من سوهاج، بيقول لحضرتك هو عنده بقعة داكنة في الوجه، يعمل ايه؟ سيرم لبان الذكر، السيرم بتاع لبان الذكر كل يوم يغسل بشرته ويحطها على بشرته ساعة، يعني يحطها الصبح بقى، يحطها بس ما يخرجش بقى في الشمس، ما يخرجش في الشمس. ويحطها على بشرته. ويقدر كمان اللي هو الترمس المطحون مع الزبادي، يجيب ترمس مطحون من عند العطار ويحطها مع الزبادي، وقعد بالليل كده يغسل بشرته كويس جدا، ويكون عامل لها سكريب ووزعها على بشرته، هتعطي النتيجة معاها حلوة هتبقى جدا حلوة جدا جدا. جدا. طيب معانا أستاذة سهى من كفر الشيخ بتسأل حضرتك، عندها في الدراع يعني أو في الإيد بقع حمراء، بقى حمرا، يبقى أو عندها دي بتقولي تقريبا عندها حساسية، حساسية أو عندها بشرة حساسة. ده هتبقى حساسية. اللي هو بودرة الأطفال، هنجيب بودرة الأطفال مع معلقة لبن بودرة أطفال برضو، يعني بودرة الأطفال ومع يعني معلقة من ده، ولبن، لبن بودرة. وبودرة الأطفال معلقة، بودرة الأطفال معلقة، ولبن الأطفال اللي هو البودرة معلقة عشان ما تتلخبطش، على معلقة زبادي، وهتضربهم مع بعض كويس جدا وتوزعها على بشرته، هيهدي خالص وهيفتح معاها البشرة، ولو عندها حساسية مفيش أي مشكلة خالص. طيب معانا سؤال حقيقة بس معرفش من مين، النمش. لا النمش دوت له وصفة تانية خالص. النمش اللي هو خل التفاح، هتجيب قطناية تكون غاسلة وشها وعاملة له سكريب. أي بصي، قبل أي مبيض، قبل أي مفتح، قبل أي علاج، نكون عاملين سكريب لبشرتنا. أي نوع سكريب بقى، تجيب شوية رز مطحون، يعني شوية رز وتطحنهم، واخدة بالك، هيبقى عامل زي الدقيق، رز مطحون. رز وتطحنه هيبقى عامل زي الدقيق، ونضيف على الرز دوت معلقة زبادي، معلقة لبن بودرة، تمام، ونعمله بسكريب، نوزعه على بشرتنا ونسيبه يقوم ربع ساعة لغاية ما ينشف، وبعدين ندعك دائري، وبعدين نغسل وشنا، تمام، بشرتنا بقت صافية تمام، مفيش فيها أي مشكلة خالص. نعمل بقى إيه؟ هنجيب طيب خل التفاح. معانا أستاذة صابرين من أسوان. الو الو، اتفضلي، انت معانا على الهوا. السلام عليكم. وعليكم السلام السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الاستاذه؟ معاكي، تحت امرك، اتفضلي اتفضلي. عايزه كريم يبيض مثلا البشره، يعني كريم حاضر تبيض. حاضر حاضر يا حبيبتي، اسمعينا حاضر. اسمعيني يا استاذه صبري، ورقه وقلم بقى واكتبي. طيب عايزه كريم مبيض اللي انا لسه قايلاه من شويه، بعت نتيجه فعلا هايله، وده عايزه ابقى اعمله معاكم على الهوا. اللي هو قلنا بودرة الأطفال هناخد منها معلقة، واللبن نيدو بتاع الأطفال هناخد منه معلقة، ومعلقة زبادي،
وهنضربهم مع بعض كويس جدا، والبشره برضو نضيفه. اهم حاجه لازم تكون البشره صافيه، نكون عاملين لها سكريب الاول عشان ناخد نتيجه حلوه، ونوزعه على بشرتنا تقريبا تلت ساعه نص ساعه تبع البشره اللي هتشربه. وبعدين لما يبدا ينشف نعمل فرك اللي هو الدائري. تمام. وبعدها نشطف بشرتنا بميه لا سخنه ولا بارده، اللي هي الميه الفاتره، وبعدين نقفل المسام بتاعتنا بمكعب ميه ورد اللي هو في الفريزر، او ابسط الاشياء خالص بميه ساقعه من الحنفيه او ميه من الثلاجه. ده كده مبيت حلو جدا جدا، ممكن تستخدمه كل يوم على فكره. ان شاء الله نعمله في حلقه برضو باستفاضه بالاسئله. ده تقدر تعمله كل يوم لانه ما فيش في اي حاجه، زبادي، لبن بودره، بودره اطفال. اولا لو في حساسيه، في التهابات، في اي حاجه من ديت بيشيلها وبيفتح حلو جدا، وبيرطب البشره وبيلمعها وبيدي لها رونق. انت جميله ما شاء الله عليكي، ودايما بتعملي لنا بهجه في القناه. الله يخليك. ودايما بتفيدي الناس جدا. عايزه اقول لك ان اوعي تقولي الحلقه خلصت. الوقت بيعدي معاكي بسرعه بجد. لانك بجد بتقولي كميه معلومات بتفيدينا بجد والله حبيبتي العظيم. حبيبتي يعني بحب اشكرك على الهوا، وبجد انت قد ايه بتتعبي عشان المشاهدين. الله يخليكي ونورتينا. ولحد هنا وصلنا لنهايه حلقتنا، واللي طلع من القلب وصل للقلب. واستنونا في برنامجنا. ايه عايزه تقولي ايه؟ الحلقه بتخلص معاكي بسرعه قوي بجد، عشان انت جميله والوقت بيضيع بجد بسرعة. الحلقه معاكي حلوه قوي وبتخلص. ببقى نفسي في الناس بكل حاجه، وعايزاهم يكتبوا كل حاجه، ويا رب اقدر اساعدهم ان شاء الله. احنا قلنا ان انت هتبقي معانا فقره اساسيه بناء على طلب المشاهدين. انتظرونا. المشوار صعب عليا. برنامج شكل تاني. تحت امرك، تحت امرك.